اهلا بحضراتكم من جديد. في الحقيقه عايز اتكلم عن حدث مهم جدا، والحدث ده لازم ياخد حقه ولازم يكون في اهتمام كبير جدا جدا بيه. ليه؟ لان ابطال الحدث ده يستحقوا، ناس قدروا ان هم يحققوا انجازات بشكل ممتاز عن جداره واستحقاق باصرار وعزيمه، وقبل كل ده بروح الفانيلا الحمراء وشخصيه النادي الاهلي. ايه هو الحدث ده؟ هو احتفاليه النادي الاهلي بابطاله بعد بكره ان شاء الله يوم الثلاث في مقر النادي الاهلي بالجزيره، بسبب فوزهم بالبطولات المختلفه والانجازات العديده اللي حصلت على مدار الفتره اللي فاتت، وبالتحديد الفوز ببطوله دوري ابطال افريقيا للمره العاشره في تاريخ النادي الاهلي. فكان مهم قوي قوي، وده اللي كان شايفه الكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره ان الناس دي تاخد حقها. وكان في صعوبات على مدار الفتره اللي فاتت بسبب تلاحم المواسم او بسبب كان ضغط المباريات وكلام من ده، فده اثر بشكل كبير على ايجاد ميعاد مناسب لاجراء هذه الاحتفاليه. بالتالي في ميعاد مناسب اللي هو يوم الثلاث، تم الاستقرار خلاص على هذا الموعد، وهتكون في احتفاليه ضخمه وكبرى بهؤلاء الابطال وبفريق النادي الاهلي. وهي احتفاليه مش بس خاصه بالناس اللي هتبقى موجوده في النادي، لا، هي احتفاليه كل جماهير النادي الاهلي اللي كان ليهم دور كبير جدا جدا في مسانده الفريق في هذه الفتره الصعبه، وبالتالي الاهلي بيحتفل بيهم وبالبطوله وبفرقته، فده امر مهم جدا. لكن انا عندي برضو نقطه، يعني انا نفسي، انا ما اعرفش بصراحه الاحتفاليه هتمشي ازاي، التسلسل بتاعها عامل ازاي، اكيد هيكون في مفاجآت مثلا او في بعض الامور والفقرات المهمه، لكن الاهم بالنسبه لي ان يا جماعه في بطوله ما خدتش حقها. انهي بطوله؟ بطوله دوري ابطال افريقيا اللي هي التاسعه، اللي كانت في النهائي قدام نادي الزمالك، اللي كانت بهدف قفشه القاضيه ممكن، وهتكلم على موضوع القاضيه ممكن ده شويه، واللي من خلال الهدف ده الاهلي قدر ان هو يفوز بمباراه القرن، ببطوله القرن، باهم بطوله بالنسبه للنادي الاهلي في تاريخه، او احدى اهم البطولات، يعني لان الاهلي ما بيقفش على بطوله واحده او ما بيفرحش بمجرد بطوله واحده، لكن هي بطوله من اهم البطولات وابرز البطولات بالنسبه للنادي الاهلي. فانا نفسي ان احنا واحنا بنحتفل بالعشره نحتفل بالتاسعه برضه، لان البطولتين كده كده ورا بعض، هي مش بطوله قديمه بالمناسبه، ده احنا خدنا التاسعه والعشره في 8 شهور، 7 8 شهور. فانت لو عملت حتى احتفاليه قبل كده مصغره شويه بسبب الظروف وكورونا وكلام من ده في النادي، فبالتالي لو في نيه ان تكون الاحتفاليه كبرى وده اللي احنا عارفينه، فيبقى الاحتفال بدل ما هو ببطوله واحده لا يبقى ببطولتين. ويا سلام بقى لو يبقى بكل البطولات الكتيره اللي خدها الاهلي الفتره اللي فاتت، لان الاهلي خد ايه؟ خد سوبر افريقي، خد دوري، خد كاس، خد دوري ابطال افريقيا مرتين، خد برونزيه كاس العالم، مقبل على السوبر المحلي كمان ان شاء الله باذن الله يكون موفقين وناخده يوم 21/9 عندك كاس مصر في الفتره اللي جايه. فمهم قوي ان احنا نحتفل بالتاسعه